السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دكتور محمد شريف محاضراتكم بإذن الله تعالى. في الفيديو دوت هنعمل مع بعض مراجعة سريعة على شابتر 2، شابتر الأتموسفير، ليسون 3 وليسون 4، الأسئلة اللي بتتكلم على الأوزون، خطوات تكوين الأوزون، وكمان الجلوبال وورمنج، الاحتباس الحراري، والإير بوليوشن، التلوث بتاع الهواء. الأسئلة إن شاء الله تعالى في الفيديو دوت ان شاء الله تعالى هنلم كل افكار الدرسين دول، الدرس الثالث والرابع في تشابتر 2، وان شاء الله تعالى تقدر تظبط لنا كل الحاجات اللي واقعه من هنا. خلينا نشوف افكار الاسئله مع بعض، ممكن اسال الافكار دي تتكرر تاني في الكوزز اللي جايه. اول سؤال بيقول لحضرتك ده جراف، والجراف ده بيقول لك مكونات التروبوسفير. طبعا مين هو التروبوسفير يا دكتور؟ التروبوسفير اللي هي الطبقه الاولى في الاتموسفير، هي كانت تروبو، بعد كده ستراتو، بعد كده ميزو، بعد كده ايونو. طيب هو بيقول لك اكسجين وكربون، مش اكسجين، دي او 3 وكربون دايكسايد، او 3 وكربون دايكسايد. ما تنساش يا دكتور معلومه مهمه جدا، ان الاو 3 اصلا مكانه مش كان في التروبوسفير، الاو 3 كان مكانه في الستراتوسفير. الاو 3 اللي هو الاوزون لو نزل الطبقه اللي هي اللي تحت، لو قرب من كوكب الارض، هيزود الحرايق، ولما يزود الحرايق لما تزيد يبدا الكربون دايكسايد يزيد، ويبدا يعمل لحضرتك حاجه اسمها جرين هاوس افكت. يعني ايه كلمه جرين هاوس افكت يا دكتور؟ جرين هاوس افكت ان هو يبدا كوكب الارض يطلع حواليه دخان، الدخان ده يعمل كفر، والكفر دوت يعمل احتباس حراري. احتباس حراري ازاي؟ ان الحراره تخش كوكب الارض الصبح بس ما تطلعش بالليل. ده هيحصل امتى؟ لما الاوزون يقرب من كوكب الارض. يبقى اذا كان هناك اوزون وهناك كربون دايكسايد، الاثنين موجودين في كوكب الارض قريبين يعني في التروبوسفير، ده هيعمل حرايق او احتباس حراري اللي هي الا جلوبال وورمنج يا الا اسمها جرين هاوس افكت. طيب ليه ما قلتش يا دكتور فوتوسينثيس بروسيس؟ لان الفوتوسينثيس بيدخل في تركيبه الكربون بس مش هيدخل في تركيبه الاو 3. ليه ما قلتش الاسيد رينز؟ الاسيد رينز بيدخل في تركيبه الكربون برضه مش الاكسجين. ليه مش هقول ان هيحصل دامج للرابر برودكت، الرابر والبلاستيك والحاجات دي اللي بيخليها تتاكل الاو 3؟ صح، يعني الكلام ده ينطبق على الاو 3 انما لا ينطبق على الكربون دايكسايد. يعني الكربون دايكسايد ما يعملش دامج ليه الرابر او البلاستيك او اي حاجه. خلاص؟ طيب ندخل على السؤال الثاني. وات از ذا بروبر البروبر ويف لينث، الويف لينث بتاعت الالترا فايلوت. طبعا احنا قلنا لو احنا عندنا اوزون، الاوزون ده بيكون عباره عن 2 او و2 او. دول متجوزين ودول متجوزين، بعد لما الاثنين متجوزين يتقابلوا ايه اللي يحصل؟ هيدخل الشيطان ما بين الاثنين دول يطلقهم. طب يا دكتور الشيطان ده اسمه ايه؟ اسمه الترا فايلوت. طب الالترا فايلوت اللي دخل دي عندها هاي فريكونسي، فريكونسي عاليه قوي، فريكونسي بيو 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 سريعه جدا، فبالتالي لما نقول الحاجه عندها هاي فريكونسي، الويف لينس عكسها، يبقى هاي فريكونسي يعني شورت ويف لينس، والويف لينس بتاعتنا كانت على 220 نانومتر. دي الويف لينس اللي بتكسر الكوفيلنت بوند ما بين 2 او، يعني تفصل 2 او عن بعض، فبالتالي الاو ديت تروح تتجوز دول، يبقى دي واحد اثنين ثلاثة متجوزين اسمهم او 3. بكرر تاني، الاو 3 اللي هو مين يا جدعان؟ اللي هو الاوزون، والاوزون مكانه الطبيعي في الطبقة الثانية اللي هي الاستراتوسفير، ولو نزل للطبقة الأولى التروبوسفير هيبقى توكسيك ويسبب حرايق في الكوكب. رقم ثلاثة بيقول لك ليه الاوزون مرتبط بالاير بوليوشن؟ دكتور هو الاوزون ده احنا قلنا ايه مشكلته؟ الاوزون ايه علاقته بالتلوث؟ ما هو الاوزون ده لما يقرب من الأرض هيسبب حرايق، فاكرني؟ يبقى الاوزون يا دكتور هل هيساعد وهو في الاستراتوسفير؟ هو في الاستراتوسفير ما يعملش تلوث، هو يعمل تلوث في التروبوسفير. يبقى يقول لك اصله ممكن يتفاعل مع حاجات في التروبوسفير ويعمل حاجه اسمها سموج. ايه يا دكتور السموج ده؟ اللي هو الضباب. قلنا الاوزون لما بيقرب هيحصل لك مشاكل في التنفس، هيعمل تفاعل مع النيتروس اوكسايد اللي في الجو ويخلي الدنيا مغيمه، اللي هي سموج. طيب رقم ثلاثه او رقم اربعه، ازاي الرياكشن بتاع الاوزون، الاوزون مع النيتروجين اوكسايد هيقلل الاير يعني هيزود الاير بلوبرمز، يعني هيعمل مشاكل في الهواء. خلينا نفتكر كده مع بعض بسرعه كان ايه اللي بيحصل. قلت لك الاوزون لما يمسك مع النيتروجين اوكسايد هيخلي الدنيا مغيمه، الغيمان ده لسه قايلينه فوق اللي هو اسمه ايه؟ اسمه سموج. يبقى ده هيؤدي الى تكوين سموج، الضباب اللي بعد كده هياثر على صحه الانسان. طيب اللي بعد كده السؤال الخامس، جايب لحضرتك رسمه وبيقول لك انهي رياكشن من دول بيوضح التفاعل عشان يحصل اوزون؟ طبعا عشان اعمل اوزون انا قلت لك كان معانا 2 او و2 او، دي اتفصلت والاثنين اللي اتفصلوا دول واحده منهم جت على الاثنين دول بقوا 3. فبص كده معايا على الرسمه ونختار مع بعض، ادي 2 وادي 2، جالهم مين دي يا دكتور؟ جالهم الترا فايلوت. الترا فايلوت هتعمل ايه؟ هتفصلهم تخليها واحده لوحدها.
الواحده لوحدها ديت تمسك مع الاثنين دول ويبقوا ثلاثه، ده الاوزوم ده الاسري. طب انا ليه ما اخترتش اللي تحت دي؟ اللي تحت دول اتنين بس ما تنفعش. طب هنا يا دكتور اربعه ما تنفعش. وهتقال لي طب ما هنا في ثلاثه، قلت له اه ثانيه واحده بقى كده، اللي فيها ثلاثه دي مفكر فيها برضو، هل هنا فيها حاجه غلط؟ بص كده ايه اللي حصل، هل انا بفصل اتنين والاتنين؟ لا انا بفصل واحده بس والتانيين بيفضلوا متجوزين. يعني انا كان بيبقى عندي اوتو اوتو، بص كده معايا اهي، بفصل واحده التانيه مش بفصلها، يعني بفصل واحده بس. انما هو في الرسمه ديت كان عامل ايه؟ كان فاصل الاتنين دول وفصل الاتنين دول، وده مش صح، بنطلق واحده بس. طيب كده عدينا الجزء الاولاني. السؤال السادس بيقول لحضرتك which of the following gases، انهي جاز من الجاز ديت مرتبط بتكوين السمونج؟ طبعا لسه قايلين حاجه، السمونج اللي هو الضباب، والضباب ده بيدخل نتيجه ان الاوزون قرب في طبقه التروبوسفير. اللي بعد كده عايز دور الالترا فايولت في تكوين الاوزون، لسه قايلين حاجه، الالترا فايولت بتعمل ايه؟ بتفصل اتنين او عن بعض، بتطلقهم، يبقى بتعمل سيباريشن. فين يا دكتور سيباريشن؟ اهي بريك ذا بوند، عندنا بريك ذا اوكسجين، اكتيفيت دي غلط. بريكو الاوزون، هي مش بتكسر الاوزون لثلاثة اوكسجين، هي مش بتفكك الاوزون، لا هي بتكسر الاوكسجين مولكيول اللي هي الاو 2، تكسرها الاثنين اتوم، يعني تفصلها كده تبقى واحده وواحده. وبعد كده بقول لك ان الواحده دي هتتجوز اثنين تانيين يبقوا كده او 3. وقلنا الالترا فايولت اللي بتفصل دي الويف لينث بتاعتها بتكون 220 نانو متر. طيب بعد كده الاوزون لو نزل التروبوسفير هيأثر على البلانت، زي ما قلت لك الاوزون ده يا جدعان بيعمل ايه؟ الاوزون ده بيحرق، بيحرق يعني لو قرب من كوكب الارض، لان ده او 3 فيها اكسجين، فالاكسجين ده هيحرق النباتات، فالنباتات هتموت، وبالتالي الفوتوسينثيس بروسيس هتقل، يبقى هو هيحرق النباتات اهي بيرن، وهيقلل الفوتوسينثيس بروسيس. طيب رقم تسعه، عايز دور النيتروجين اوكسايد في السموج. احنا قلنا النيتروجين اوكسايد ده لما يتفاعل مع الاوزون يخلي الدنيا مغيمه. طب نشوف يا دكتور اختياراتنا فين يتفاعل مع مع الاوزون يا دكتور؟ اهي اهي رياكت ويز اوزون، يبقى ديت هيتفاعل مع مع الاوزون وينتج فري اكسجين. فري اكسجين دي بقى مش صح. دكتور قال لي ليه مش صح؟ لان هو النيتروجين اوكسيد هيتفاعل مع الاوزون بس مش هينتج اكسجين، ده هينتج ضباب سموج، فدي كده مش صح، المفروض تبقى سموج، يبقى انا هشطب على دي. طب نشوف حاجة تانية، هل النيتروس اوكسايد بيحول الووتر فيبر لأكسجين؟ لا. طب بيكسر الأوزون لأكسجين أقل؟ هو مش بيكسر الأوزون. طب التالتة بقى، إن هو بيتفاعل مع الفولاتايل أورجانيك كومباوند عشان يصنع هارموفول أوزون إن ذا تروبوسفير، وديت أقرب واحدة للصح، ولكنها نفهمها بقى مع بعض. نيتروس اوكسايد ممكن يتفاعل مع أي حاجة متطايرة، يعني إيه متطايرة؟ يعني جازز خارجة في الهواء، نيتروس اوكسيد يتفاعل معاها ويكون اوزون في الطبقه الاولى اللي هي التروبوسفير، وده اللي كده يخليها هارمفول مضره وتعمل سموك. رقم 14 رقم 10، ليه الاوزون في الاستراتوسفير بيكون مفيد بينما في التروبوسفير بيكون مضر؟ طبعا هو مفيد في الاستراتوسفير ليه؟ لان هو بيمنع عنك الاشعه الضاره اللي هي الترا فايولت، يبقى هو مفيد عشان هو بيحميك من الالترا فايولت. طب نشوفها مع بعض كده، بص اهي الاستراتوسفير اوزون بيحميك من الالترا فايولت اهي، فيها اي مشكله؟ اللي بعد كده بقى ثواني يا جدعان، ازاي التفاعل الاوزون مع النيتروجين اوكسيد بيأثر على الاوزون؟ احنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، السؤال دوت معلومه اضافيه خارجيه مش موجوده في المنهج بتاع حضرتك، اللي هو رقم ثواني بس كده، اللي هو رقم ثانية واحدة يا جدعان، هو رقم أربعة رقم 11، فبالتالي نخش على رقم 12. رقم 12 بيقول لحضرتك إيه في أوزون، لو الأوزون في الاستراتوسفير قل. طبعا الأوزون ما تنسانيش، الأوزون ده كان موجود في الاستراتوسفير بيمنع عنك أشعة الألترا فايولوت الضارة، فلو الأوزون قل إيه التأثير اللي هيحدث في الاتموسفير؟ طبعا لازم نفكر مع بعض ان باذن الله تعالى انا معايا كوكب الارض، عندي الطبقه الاولى تروبوسفير والثانيه ستراتوسفير، لو الاوزون قل في الاستراتوسفير ده هيعمل ايه؟ هيخلي الاشعه الالترا فايولت توصل للارض. طب ده دي حاجه كويسه؟ لا طبعا، يبقى كده انا هتضرر من الالترا فايولت. نشوف بقى مع بعض كده فين الضرر اللي هيجي لي من الالترا فايولت. بص يا سيدي، اول واحده الاوزون
الستراتوسفيريك اوزون هيزود التروبوسفيريك اوزون، يعني الاوزون اللي فوق لما يقل فاللي تحت هيزيد؟ لا، هيزود الالترا فايولت. ايوه صح، الالترا فايولت هتزيد. طب نشوف اللي بعدها، هل ده هيقلل الالترا فايولت؟ لا، انا قلت لك الاوزون مش موجود، يبقى كده الالترا فايولت هتزيد مش هتقل، يبقى لتر بي. الصفحة اللي بعدها سؤال 13، انهي هيلث ايشوز، انهي مشاكل في الصحة لن تحدث نتيجة التلوث؟ طبعا التلوث بيعمل مشاكل، اول حاجة طبعا دخان، يبقى مشاكل في الرئتين، مشاكل في القلب، ومشاكل في البرين. وخلينا نشوف مع بعض كده هوت واحدة واحدة. اولا الهيلث ايشوز اللي مش هتحصل نتيجة التلوث، طبعا هيحصل لك اول حاجة هارت ديزيزز، مشاكل في القلب اللي هي الكارديو فاسكولار، هيحصل لك ازمة اللي هي مشاكل في التنفس، ممكن البوليوشن يعمل كانسر، ممكن يعمل كانسر، ولكن مش هيعمل نيرفوس سيستم ديزيز، هو مش هيأثر على الجهاز العصبي، مش هيعمل مرض، ولكن هيقلل النمو، يبقى دي مش صح. لو قال لك نيرفوس سيستم نيجاتيف ديفلوبمنت، يعني نيجاتيف ديفلوبمنت يعني هيأثر سلبيا على النمو، يعني هو هيقلل نمو المخ، انما مش هيعمل مرض، انما مش هيعمل مرض، يبقى ديت الوحيده اللي مالهاش دعوه بالبوليوشن عشان كلمه ديزيز اللي فيها. يعني لو كان قال لي مثلا نيرفوس سيستم نيجاتيف ديفلوبمنت، ان هو بيقلل النمو العصبي، صح، لما هيعمل مرض، لا ده مش مرض. طب اللي بعد كده، كل دي من طرق انك تقلل البوليوشن ما عدا، طبعا عايز اقلل البوليوشن، ازود الاماكن الخضراء، صح، اعتمد على البيرسونال كار، كل واحد يعتمد على عربيته الشخصيه، لا لا دي غلط، لان انت المفروض احنا قلنا ما نعملش بيرسونال كورس، ده مش كل واحد يركب عربيه، احنا كلنا نركب عربيه واحده بابليك ترانسبورت احسن. طبعا هستخدم الحاجات اللي بتوفر طاقه، صح، هشتغل بالباور بتاع السولر او الويند انرجي، يعني الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح، لان دي حاجات مش بتطلع دخان او مش بتلوث، برضه صح. فالوحيده الغلط تتر بي. بعد كده مديني رسمه، طبعا يعني المفروض ديت رسمه الجرين هاوس، وبيقول لك انهي ماتيريال لا تشبه اكس في تاثيرها. طبعا اكس ده المفروض اللي هو زي الغطاء اللي بيعدي الحراره بس مش بيخرجها، يعني دي بتكتسب الحراره ومش بتخرجها، عشان ده كده بيحصل حاجه اسمها جلوبال وورمنج. طيب مين الجازز بقى التي لا تشارك في حبس الحراره او التي لا تشارك في الاحتباس الحراري؟ هما اللي كانوا بيشاركوا، الكربون دايوكسيد كان معايا، الووتر بيبر كانت معايا، الميثان كان معايا، الكلوروفلور كربون كان معايا، الاوزون، الاوزون لما بيقرب بيعمل حرايق فبالتالي الحراره بتزيد، يعني بيشارك معايا. الجاز الوحيد اللي اصلا مش موجود في الشابتر كله هو الهيدروجين سلفايد، ده ملوش دعوه خالص بالحراره ولا اللي دعوه بالحرايق ولا الاحتباس الحراري، ده كنا واخدينه في اول درس في المنهج اللي هو الاتش 2 اس، لما كانوا بيقارنوا ما بينه وبين الاتش 2 او، كان يقول لك الميه بتغلي عند درجه حراره 100، انما الاتش 2 اس ده بيغلي عند نيجاتيف 61، كان يقول لك ان الميه بتغلي عند درجه حراره اعلى، وده معناه ان الووتر اقوى بسبب ان هي متماسكه، واللي مخلي الميه ماسكه في بعضيها حاجه اسمها هيدروجين بوند. طيب اللي بعد كده، نفس الفكره جايب لحضرتك، بسم الله الرحمن الرحيم، بيقول لك عايز التاثير بتاع الفينومينا اكس على سطح الارض. طيب فينومينا اكس، بص اللي حاصل ايه يا باشا، الحراره داخله، ركز معايا، الحراره فينومينا اكس، الحراره داخله اهي، طبعا هو في الطبيعي انها تدخل وتطلع، ده فينومينا اكس الحراره دخلت وما طلعتش. طب يا دكتور الحراره اللي دخلت دي هتعمل حاجه اسمها احتباس حراري، طب الحراره لما تدخل وتعمل احتباس حراري، هو بيقول لك في الطبيعي بتدخل وتطلع، انما في اكس دي دخلت وما طلعتش، يبقى كده الكوكب عمال يكتسب حراره، يبقى الجو هيسخن، فاول حاجه هتحصل ان الشجر هيتحرق، ان التلج هيسيح، ان هيحصل فيضان فلودز. وتعالى بقى نشوف اختياراتنا. اولا نبدا نشوف مع بعض تاثير الكلام ده، هل الاوزون هيحصل له ديبليشن يعني يقل؟ لا. التلج هيسيح؟ التلج هيسيح، صح. طيب النباتات هتتحرق؟ على فكره النباتات هتتحرق دي برضو صح، ولكن النباتات بتتحرق لما يكون الاوزون هو اللي قريب، لما الاحتباس الحراري ما يحرقش النباتات، اللي يحرق النباتات الاوزون، فبالتالي بيرنينج بلانت دي مش دقيقه قوي. الدقيقه ان النباتات مش هتكبر، او النباتات الشتويه مش هتعرف تكبر، اللي بقى عشان الحاجه تتحرق يبقى لازم يكون في الاوزون قرب من الارض. طيب
طبعا برضو اخر واحدة ان البلاستيك يتاكل ده بسبب الاوزون مش بسبب الاحتباس الحراري. اللي بعد كده بيقول لك في حالة ان زاد الاوزون في التروبوسفير، طبعا لما الاوزون يزيد في التروبوسفير يعني الاوزون قرب من الطبقة الاولى، فدوت هيأثر على الكيميكال بروسيس، العمليات الكيميائية وصحة الانسان. ازاي؟ افتكر كده معايا، هو الاوزون يا دكتور لما بيقرب ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه بتحصل الاوزون لما بيقرب بيبدا يتفاعل مع الجازز اللي في الجو اللي هي النيتروجين اوكسايد ويعمل ضباب، ثانيا يعمل حرائق فالنباتات تتحرق، ثالثا هيعمل لحضرتك مشاكل في التنفس. فاحنا نبدا نشوف مع بعض، هل الاوزون في التروبوسفير هيزود كميه الاكسجين ويؤثر سلبيا على صحه الانسان؟ بص يا دكتور، اولا هو هيرفع كميه الاكسجين؟ لا، الاوزون مش هيزود الاكسجين بس هيأثر سلبيا، فنيجاتيف افكت دي صح انما هيرفع الاكسجين دي غلط. طيب هيقلل الاوزون رياكشنز؟ لا، ده هيزود التفاعلات. طيب هيبقى في مفيش تاثير مباشر على صحه الانسان؟ لا طبعا هيبقى في تاثير مباشر، لان قلت لك الانسان لما يشم الاوزون اللانج متعوده على الاو 2 مش الاو 3، فلما انت تشد اوزون اللي هو او 3 هيبدا يحصل لك مشاكل في الريسبيريشن في التنفس. طيب ده هيزود تفاعل الاوزون مع النيتروجين اوكسيد ويعمل هارمفول كومباوند فورميشن، هيكون مواد مضره. صح، بص الجمله الاولى والرابعه صح، بس الجمله الاولى فيها حته غلط، ان الاوزون لما بيزيد مش هيزود الاكسجين، لان هو مش الاو 3 دي مش هتتحول لاو 2، هي اصلا لو اتحولت لاو 2 هبقى انا كده مستفيد مش متضرر، المتضرر ان هي او 3، انما اللي تحت دي ما فيهاش مشكله خالص، الاوزون هيتفاعل مع النيتروجين اوكسيد وهينتج مواد مضره ويعمل كمان سموج، السموج ده اللي هو الضباب. اللي بعد كده بيقول لحضرتك وات ار ذا كونسيكونس، عارف يعني ايه كونسيكونس؟ كونسيكونس اللي هو التبعات، التبعات بتاعت الجفاف. لما يحصل لحضرتك جفاف، الجفاف دوت يعمل ايه؟ هل هو هيحسن الزراعه؟ لا، هيقلل الديسيرتيفيكيشن يعني هيقلل النباتات الصحراويه؟ لا، هيزود المطرة؟ لأ، هيموت النباتات وهيزود النباتات الصحراوية؟ أيوة صح، لما يكون في جفاف كتير النباتات هتموت والنباتات الصحراوية هتزيد. طيب اللي بعد كده مديني جراف، مديني اكس واي زد، وبيقول لحضرتك هنا البلانت جروث ريت، معدل نمو النبات، وبيقول لحضرتك تقدر تتوقع البيئة بتاعت كل بلانت، يعني تربة صحراوية واستوائية ومتوسطة. أنا أعرفها منين دي يا دكتور؟ أنا أبدأ أفكر مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، المفروض إن مين اللي محتاج الجراس الأكتر؟ النباتات إكس ولا واي ولا زد؟ على كده بص معايا بالراحة، المفروض إن إكس دي النباتات الصحراوية تحتاج مية قليلة فحجمها بيكون قليل. حجم النباتات الصحراوية زي الصبار والكلام ده بيكون قليل، يبقى المفروض إكس اللي هي أصغر حاجة كل النباتات الصحراوية، فبالتالي هشك، طبعا مش هتشك في دول، هتشك في الديزرت بلانت اهي، وأكتر حاجة بتكبر اللي عندها مية كتيرة، النباتات اللي محتاجة مية كتيرة اللي هي الغابات الاستوائية اللي هي التروبيكال، يبقى زد أكبر حاجة هي التروبيكال، وطبعا واي دي المتوسطة اللي هي التمبرت اللي هي مناطق وسطية يعني ولا ساقعة أو ولا استوائية ولا صحراوية. التركه بتاعت السؤال ده تفهم ان النباتات الصحراويه زي الصبار والكلام ده، يعني انت عمرك ما هتشوف غابه في الصحراء، بس هتشوف غابه فين؟ في الاماكن الاستوائيه. ليه؟ هناك الميه كتيره فالنباتات بتكبر اكتر. اللي بعد كده عايز تاثير الاحتباس الحراري على المناطق البولر، عارف يعني ايه بولر يا جدعان؟ بولر يعني مناطق قطبيه، واحتباس حراري يعني في حراره، طبعا تلقائي وانت مغمض حراره يبقى التلج هيسيح، والتلج لما يسيح الكائنات اللي بتعيش في التلج هتبدا تموت، يبقى هيحصل ميلتنج للايس، والميلتنج للايس دوت هيؤدي الى انقراض بعض الفصائل زي مثلا الايس فيش والكوت فيش، هم اصلا بيحبوا التلج وبالتالي التلج لما يسيح هم هيموتوا. طيب مين في دول احسن حل عشان نقلل الغازات اللي الجرين هاوس جاز اللي هي الجاز اللي بتعمل احتباس حراري او الدخان يعني؟ طيب اعمل ايه؟ اعتمد على العربيات الكهرباء، استخدم فحم، اقلل الانرجي، ولا ازود المساحات الخضراء؟ طبعا وانت مغمض عايز تقلل الدخان ازرع شجره، عشان الشجره هي اللي بتسحب الجازز السامه، يبقى تزود الجرين
spaces. ازاي زيادة الجرين هاوس جازز بتأثر على الاحتباس الجلوبال تمبراتشر؟ احنا قلنا يا دكتور لما الجرين هاوس جازز تحصل ايه اللي بيحصل؟ لما الجرين هاوس جازز اللي هي الجازز اللي هم الكربون دايكسيد والفيبر والكرب والكلوروفلورو والميثان، لما بيزيدوا بيقفلوا كوكب الارض فيخلوا الحراره تخش وما تطلعش، عشان كده بيحصل احتباس حراري. يبقى انا عايز اشوف هل هي تعمل كولينج؟ لا. لن تؤثر؟ لا ستؤثر. هتقلل الاحتباس الحراري؟ لا ده هتزود الاحتباس الحراري. يبقى هي هترفع الحراره نتيجه ان هي هتجذب الهيت، هتسحب الحراره ومش هتخرجها، فبالتالي كوكب يسخن. اللي بعد كده ايه اللي ممكن نحسنه عشان نقلل التلوث؟ طبعا وانت مغمض عايز تقلل التلوث، حاجه من الاثنين، يا تزرع شجره يا الا ما تعملش حاجات فيها تلوث. يعني مثلا ازود العربيات؟ لا. استخدم فيرتلايزرز اللي هي الاسمده ملهاش علاقه. ديفورستيشن اشيل الفورست يعني اشيل الغابات؟ لا، الغابات دي حاجه حلوه، ده الشجر. اقلل استخدام البنزين؟ اقلل استخدام الفوسيل فيول البنزين واعتمد على الطاقه المتجدده اللي هي رينيوبل زي السولار انرجي او الويند انرجي او الالكتريك انرجي. بعد كده بيقول لك ازاي الاحتباس الحراري بيأثر على البالانس في الاماكن القطبيه، برضو ده وانت مغمض. احتباس حراري يعني حراره، والحراره التلج هيسيح، التلج لما يسيح الكائنات اللي بتعيش في التلج هتنقرض لان مش هتلاقي تلج. يبقى الجلوبال وورمنج هيسيح التلج فيقلل التنوع، صح؟ صح. طبعا ما اقدرش اقول ان هو هيزود التلج، ما اقدرش اقول ان التلج لما يسيح هيزود الارض المتاحه للحياه، لان بالعكس ده لما التلج يسيح هعمل فيضانات في حيوانات هتغرق، يبقى البايودايفرستي مش هتتحسن هتقل. وطبعا ان انا اقول ان الاحتباس الحراري هيزود النمو بتاع النبات ده مش صح. اللي بعد كده بيقول لك حدوث الجلوبال وورمنج، حدوث الاحتباس الحراري بيزود التمبريتشر في انهي طبقه؟ طبعا بيزود التمبريتشر في الطبقه القريبه من كوكب الارض اللي هي التروبوسفير. طيب ايه نتيجه ان انت بدات تزود الشجر؟ طبعا الشجر ده يا دكتور هيبدا يعمل ايه؟ يسحب الكربون دايكسيد اللي هو بيعمل حراره ويطلع اكسجين، وبالتالي درجه الحراره تتظبط. الحمد لله. يبقى نشوف مع بعض، هل هنعطس تاني؟ هنعطس تاني. الحمد لله. هنزود انتاج الكربون؟ لا، ده النباتات بتشفط الكربون مش بتنتجه. هتزود الاحتباس الحراري؟ لا، ده الشجر بيقلل الاحتباس الحراري. هيقلل النمو بتاع النباتات؟ لا، ده انت لما تحط شجر يا اسطى بتسحب الكربون دايوكسيد والجو يبقى كويس فالنباتات تعرف تكبر. هيقلل الفيضانات؟ ايوه، لان هو هيقلل الاحتباس الحراري فبالتالي التلج ما يسحش فما يحصلش فلودز فيضانات. السؤال اللي بعد كده هو بيقول لحضرتك ليه الهيليوم نادرا ما يوجد في كوكب الارض؟ وده سؤال ذكي موت. واحد قال لي دكتور احنا ما خدناش الهيليوم، قلت له احنا فعلا ما خدناش الهيليوم، بس احنا عندنا قاعده. القاعده بتقول ايه؟ بتقول ان كوكب الارض عنده جاذبيه، الجاذبيه دي اسمها جرافيتي. عشان اي جاز يهرب من الارض لازم يكون عنده حاجه اسمها اسكيب فيلوستي. اسكيب فيلوستي دي ثواني هكتبها لك بالانجلش، اسكيب فيلوستي. الاسكيب فيلوستي دي اللي هي السرعه اللي تخلي الجاز يهرب من كوكب الارض اللي هي رقم ثابت 11.2 كيلو متر. فبالتالي لما يجي يقول لك ليه الجاز ده مش موجود في كوكب الارض؟ عشان هو هرب. طب ايه اللي خلاه يهرب؟ ان هو بيجري بسرعه، يبقى اكيد سرعته على الاقل 11.2 او اكتر من كده. فيقول لحضرتك ليه الهيليوم نادرا ما يوجد في كوكب الارض؟ لان سرعته اكبر من 11.2 اللي هي الاسكيب فيلوستي. طيب اللي بعد كده لو قال لي مثلا في سؤال طب ليه الجاز الفلاني ما بيهربش؟ تقول له عشان سرعته اقل من 11.2. بعد كده سؤال سهل جدا مع انه يبان لك ان هو صعب، بس انا فهمك الجرافات. هو بيقول لك ايه العلاقه اللي بتوضح الجلوبال وورمنج الاحتباس الحراري وجوده الهواء؟ طبعا نفتكر مع بعض الاحتباس الحراري ده ما يبقى موجود الهواء هيبقى كويس ولا وحش؟ يعني الجو هيبقى كويس ولا الجو هيبقى وحش؟ الجو هيبقى حر جدا، فجودة الهواء أو الإير كواليتي نظافة الهواء هتبقى قليلة. ليه؟ لأن بقى في جاز السامة موجودة كتيرة. يبقى الاحتباس الحراري لما يزيد جودة الهواء هتقل، يبقى هما عكس بعض. انفرس. انفرس دي بتختارها ازاي بقى عشان تبقى فاهم الجراف؟ انفرس يعني حاجة نازلة كده، ده كده انفرس دي هنختارها. طب لو مثلا حاجة بتزيد وحاجة بتزيد، يعني مثلا
كل ما كل ما البريشر يزيد البويلنج بوينت تزيد. بص اتنين بيزيدوا اتنين بيزيدوا تبقى العلاقه دايركت، تلاقي طالعه لفوق، ما عندناش اوبشنز تانية، يا نازله يا طالعه، يا واحده عكس التانية، يعني واحده بتزيد والتانية بتقل تبقى انفرس، يا الاتنين بيزيدوا يبقى ضايع. طيب اللي بعد كده، ايه سبب ان في كاوتشات بتفرقع في العربيات؟ طبعا ايه اللي يخلي الكاوتشات تفرقع يا دكتور؟ ان هي بدات تسخن، بدات تتحر. طب ايه اللي خلاها تتحر يا دكتور؟ ايه، زياده الرطوبه ولا وجود الاوزون ولا زياده الكربون دايوكسيد ولا وجود الاوزون في الاستراتوسفير؟ اولا نفتكر مع بعض، العجل ده كاوتش. طب يا دكتور بدا يحصل له دامج، بدا يبوظ، يبقى زي كده ما البلاستيك كان بيتاكل. ايه اللي يخلي المعادن تتاكل او يخلي البلاستيك يتاكل؟ الاوزون. بس انا اختار بقى الاوزون اللي في التروبوسفير ولا اللي في الاستراتوسفير؟ اللي في الاستراتوسفير دوت بعيد عن الارض، ده ما يعملش ضرر، ده اللي بيحمينا من الالترا فايلت. انما اللي مضر وتوكسيك هو الاوزون اللي فين؟ اللي في التروبوسفير. طب ليه ما اخترتش كربون؟ لان هو الكربون ملوش دعوه بالعربيات ولا بالكاوتشات، الكربون ده اخره يعمل احتباس حراري، اخره يقفل كوكب الارض عشان الحراره تدخل وما تخرجش. طيب عندنا بعد كده سؤال جايب لحضرتك، بسم الله الرحمن الرحيم، صوره وبيقول لك ده تغيرات في الثلج، وانهي جمله بتصف سبب التغيرات؟ طبعا التغيرات لو جيت تبص هنا 1980 وهنا 2000 وهنا 2011. تعالى كده نبص مع بعض على الايس، والصوره مش واضحه صراحه، بس يعني خليني اقول لك بسم الله الرحمن الرحيم ان الثلج هنا ابيض، هنا قل شويه، هنا قل شويه، هي مش باينه قوي يعني، بس هو الثلج مع الوقت بيقل. معنى ان الثلج بيقل يا دكتور ان هو بدا ايه؟ بدا يسيح. طب معنى ان هو بدا يسيح ان بدا يحصل حاجه اسمها جلوبال وورمنج. تفتكر بقى ايه اللي يعمل احتباس حراري؟ والله يا دكتور يعمل احتباس حراري ان يقل فيه تلوث، يقل فيه جازز سامه، الجازز دي اللي هي الكربون دايكسايد والميثان والووتر بيبر والكلورو فلورو. فانا ابدا اشوف هل الثلج بدا يسيح، يعني الحته اللي في النص دي بدات تقل، الثلج بدا يسيح نتيجه الاكسجين اللي زاد؟ لا، الاكسجين مش هيعمل احتباس حراري. طب نتيجه ان انت بتزرع شجر؟ لا، ما انا لو بزرع شجر يا اسطى ما كانش الثلج هيسيح. طب نتيجه انك بتعتمد على طاقه الشمس؟ لا، وطاقه الشمس ديت ما تعملش دخان، فبالتالي مش تعمل اصلا احتباس حراري. طب نتيجه زياده الميثان والنيتروس اوكسيد؟ دي غازات سامه، دي الغازات اللي كانت مع الكربون دايكسايد بتعمل حوالين الارض غطا كفر عشان يدخل الحراره وما يخرجهاش، وده السبب في الجلوبال وورمنج او الاحتباس الحراري. اللي بعد كده، عايز السبب الاساسي ان الارض بتبدا تحافظ على الجازز، وده سؤال سهل قوي. ليه؟ ليه الارض تقدر تحفظ على تقدر تحتفظ باي جاز؟ عشان هي قادره تشده. طب ليه الارض قادره تشده؟ عشان الجاذبيه بتاعتها قويه. يبقى الايرث ليه قادره تحتفظ باي جاز؟ والله عشان الارض اقوى، او عشان الجاز بطيء فمش عارف يهرب. طب الجاز بطيء ديت يعني سرعته اقل من 11.2، يبقى علشان اغلب الجازز كان سرعتها اقل من 11.2. ليه بقى؟ لان الجاز اصلا لو سرعته اكتر من 11.2 ما كانش قعد، كان هرب. كان ايه؟ كان هرب. طيب اللي بعد كده، عايز علاقه ما بين، بص الجراف اهو، علاقه ما بين التمبريتشر واستهلاك البنزين. طبعا سؤال سهل موت، كل لما نزود استهلاك البنزين هيطلع دخان اكتر، والدخان دوت يخلي الحراره هي كمان تزيد، يبقى كل ما استهلاك البنزين يزيد كل ما الحراره تزيد، الاثنين بيزيدوا، بنختار جراف الاثنين طالعين مع بعض. فين دول نازلين مع بعض؟ لا، طالعين مع بعض لتر بي. هنا بيقول لك ليه الاير بوليوتنت، ليه الحاجات اللي بتلوث الهواء بتقلل انتاج النباتات؟ نبدا نشوف واحده واحده مع بعض. ليه؟ ده سؤال ذكي موت، ده خارج نطاق الدرس بالتفكير. هو دكتور الحاجات اللي بتلوث الهواء ايه علاقتها بالبلانت؟ هل الحاجات اللي بتلوث الهواء ديت هتزود الاكسجين؟ ده بتلوث الهواء يبقى الاكسجين مش هيزيد. طب هل هي هتقلل الضباب؟ ما بتلوث الهواء يعني هتعمل مشكله، يبقى مش هتقلل الضباب. طب هتزود حجم ورقه الشجر؟ ما يا دكتور ورقة الشجر لما تكبر كده النمو مش هيقل، النمو هيزيد، فدي برضه غلط. بص ثلاث جمل بعيدا عن الدرس بديهيا مش صح. طب الرابعة، ده هيقلل عدد الحشرات اللي بتنقل البولن ما بين الفلاورز. أولا تلوث،
يعني في كائنات هتتضر. طب الحشرات هتتضر، اوكي معاك. يعني انت قلت لي الاكسجين هيزيد، قلت لك لا دي حاجه كويسه، التلوث ما يعملش حاجه كويسه ومش هيقلل الضباب، ده هيعمل ضباب. طيب ده هيقلل عدد الحشرات، ماشي. والحشرات دي بيقول لك ايه، ده الحشرات دي اللي بتنقل البولين ما بين الفلاورز، دي مش في الكتاب بس انا فكرت فيها. لما الدنيا تتلوث انا هتضر، طب والحيوانات هتتضر والحشرات هتتضر. طب انا قلت في ضرر للحشرات، صح. كمل بقى الجمله، الحشرات دي بيقول لك ايه، بتنقل حبوب اللقاح اللي هي خلايا التكاثر من ورده للتانيه عشان النباتات تتكاثر. فلما مثلا الحشرات تموت زي النحله مثلا اللي بتنقل البولين جرين، لما النحله تموت النباتات مش هتعرف تتكاثر، فبالتالي انتاجهم هيقل. اخر سؤالين عندنا هنا، هو جايب لحضرتك سؤال بيقول لك، كاتب لك الاوزون، الاوزون لاير. طب الاوزون لاير فين يا باشا؟ الاوزون لاير يا دكتور، بسم الله الرحمن الرحيم، في واي واكس ودبليو زد. وبيقول لحضرتك ايه اللي يفرق ريجون زد عن بقيه المناطق. طبعا زد دي يا باشا، زد اهي دي اقل حته فيها اوزون، طبعا معنى ان فيها اوزون قليل. انا ما اعرفش طبعا ده ناتشرال ولا ان ناتشرال، فقال لك ده الناتشرال الطبيعي من 300 ل 500. طب هنا الاوزون 100 اقل من الطبيعي، يبقى دي كده فيها مشكله، ده الاوزون قليل وده هيسمح لمين انه يعدي؟ هيسمح للاشعه الضاره اللي هي الالترا فايلوت. يبقى زد تتميز ان هي عندها اوزون قليل فالاشعه تخترقها، الالترا فايلوت ريز هتخترقها. طب انا ليه ما اخترتش احتباس حراري؟ ليه ما اخترتش سموج؟ قال لك لا، هو الحاجات الاحتباس الحراري والكلام ده لما الاوزون يزيد ويقرب مش يقل، ده هنا الاوزون قليل، قليل يبقى كده الالترا فايلوت تعدي منه. اخر سؤال عندنا او اللي قبل الاخير، بيقول لحضرتك الاو 2 بلس او تطلع، سوري الاو 2 لما تتفكك، طبعا هي بتتفكك فين؟ طبعا ده خطوات تكوين الاوزون، الاوزون الطبيعي بيتكون في الطبقه رقم كام؟ في الطبقه رقم 2 اللي هي الاستراتوسفير، يبقى ده كوكب الارض مش في ايه؟ هتتكون في بي اللي هي الاستراتوسفير. السؤال اللي بعد كده اهوت، يقول لك الصوره دي بتوضح حريقه حصلت في كاليفورنيا سنه 2018 وايه السبب بتاعها؟ طبعا انا قلت لك اللي يخلي حاجه تتحرق وانت مغمض عينك، اللي يخلي حاجه تتحرق ان الجو سخن، يا الا الاوزون قرب فالاوزون ده ساعد في الاشتعال، يا الا في دخان كتير. طب الاوزون قرب معايا في الاختيارات، عندي نقص اكسجين، غلط، لان اصلا الاكسجين هو اللي بيساعد على الاشتعال. طيب عندي زياده او عندي نقص التربه، نقص الاكل اللي في التربه، هل نقص الاكل في التربه يعمل حريقه؟ لا. طيب عندي بي وسي بقى، زياده الاندستري اكتيفيتي اللي هو المصانع، والفوسيل فيولز اميشنز اللي هو الافرازات اللي طالعه من البنزين اللي هو الدخان يعني، وعندي زياده الالكتريك فيكل. طبعا الالكتريك العربيات الكهرباء، عربيات الكهرباء مش هتعمل بوليوشن، مش هتعمل دخان، فبالتالي الحراره مش هتزيد فدي مش هتتحرق، يبقى الالكتريك دي ما فيهاش مشكله. المشكله في المصانع اللي تعمل لك دخان وده اللي يعمل حريق. بعد كده بيقول لحضرتك زياده الجرين هاوس افكت ده نتيجه وجود ايه؟ طبعا المفروض ده نتيجه وجود اللونج ويف لونج ويف لينس راديشن، ولكن السؤال ده ملغي مش على حضرتك، ده خارج المنهج. اخر سؤال بقى علينا ودوت في المنهج وسؤال ذكي وموت، بيقول لك انا عايزك تشوف انهي رسمه تعبر عن الجرين هاوس افكت. انت لو راجل مذاكر وفاهم الجرين هاوس افكت دي، ان انا في كوكب الارض الحراره بتدخل بس مش بتطلع، فانا عايز اختيار يعبر لي ان الهيت دخلت الارض بس ما خرجتش. هنبدا نشوف مع بعض. اول اختيار عندي الحراره واقفه هنا اهو، هنا الحراره بعيد اصلا عن الارض، هنا الحراره دخلت الارض، هنا الحراره خرجت من الارض. طبعا هو المفروض اي واحد احتباس حراري ان الحراره تدخل وما تطلعش. طب فين اللي دخلت وما طلعتش يا دكتور؟ فين اللي لمست الارض؟ دي بعيده عن الارض، دي في التروبوسفير، دي بره في الاستراتوسفير، كبر. دي دخلت الارض اهي، السهم نازل والسهم نازل وما طلعتش، فدي معانا. اللي هناك بقى الحراره اصلا بتطلع وده مش هيعمل احتباس حراري اصلا. خلاص كده نبقى الحمد لله تعالى خلصنا الاسئله بتاعتنا على الليسن 3 وليسن 4 في شابتر الاتموسفير. اتمنى يكون الفيديو قصير وما طولش عليكم، واتمنى نكون جمعنا كل الافكار من خلال الاسئله بتاعتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.